على درجة تريبل بي مع آفاق مستقرة بفضل تزايد آفاق الاستقرار الاقتصادي. وأكدت فيتش أن المغرب تمكن بفضل الأداء الجيد للقطاع الزراعي وانخفاض أسعار النفط وإصلاح نظام المقاصة من تقليص العجز في العام الماضي 2013. وتوقع خبراء فيتش نموا مضطردا للاقتصاد المغربي بأكثر من 4% في العامين 2014 و2015 مدعوما بالتحسن التدريجي للاقتصاد في منطقة اليورو. خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز توقعاتها للتصنيف السيادي لتركيا إلى سلبية، وأرجعت موديز هذا الإجراء إلى التوترات السياسية التي تشهدها تركيا وزيادة ضغوط التمويل الخارجي وضعف احتمالات النمو، ما تسبب في تراجع قيمة الليرة التركية. في واشنطن أظهرت مسودة البيان الختامي لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين أن الاقتصادات الكبرى في العالم تراقب الوضع الاقتصادي في أوكرانيا لرصد أي مخاطر على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي. كما تناولت مسودة البيان امتداد آثار السياسات النقدية للاقتصادات المتقدمة على بقية الدول. وتعهدت مجموعة العشرين بتقديم معلومات عما ستتخذه من إجراءات مع مراقبة آثارها على الاقتصاد العالمي أثناء تعديل سياساتها النقدية. أعلنت الرابطة الصينية لصانعي السيارات أن المبيعات في الصين ارتفعت 6.6% الشهر الماضي بدعم من نمو قوي لمبيعات تجارية أجنبية مثل فورد موتور وتويوتا موتور في أكبر سوق للسيارات في العالم. وبلغت المبيعات 2,170,000 سيارة في مارس، وتتوقع الرابطة نمو المبيعات ما بين 8 و10% العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. إلى هنا مشاهدينا انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن البانوراما ما زالت مستمرة مع دينا أبو الفتوح ومحمد عبد الله. شكرا لك شهاب. مشاهدينا الكرام، نعود للتذكرة بأبرز العناوين. قوافل دعوية في أسوان لدعم جهود التهدئة، وشيخ الأزهر يزور المدينة غدا. مقتل شخصين خلال مهاجماتهما قوات الأمن في الغربية، وقتيل في اشتباكات بالإسكندرية. سويسرا تعلن انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف الأربع، وعباس يعتبرها خطوة تاريخية. نتواصل مع حضراتكم ونتحول للشأن الأوكراني، حيث وصلت بعثة المراقبين الدوليين التابعة للأمم المتحدة للجزائر خبر من الجزائر لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 17 إبريل الجاري. وصرح رئيس البعثة الدولية بأن مهمة الوفد تتمثل في متابعة سير العملية الانتخابية حتى الإعلان عن النتائج، ثم رفع تقرير مفصل عنها للمنظمة الدولية. مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية، تتوافد بعثات الهيئات الإقليمية والدولية التي دعتها حكومة الجزائر لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريل الجاري. وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت أن عدد المراقبين الأجانب للانتخابات يبلغ حوالي 200 مراقب من الاتحاد الإفريقي، و130 مراقبا من جامعة الدول العربية، و30 مراقبا من منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى خبراء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتزامن التحضير للانتخابات الرئاسية الجزائرية مع قيام عدد من الأحزاب التي شكلت ما يعرف بتنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسية بالتجول عبر مختلف الولايات الجزائرية لتنظيم وقفات احتجاجية لتفعيل قرار المقاطعة وتوجيه الرأي العام نحو رفض الانتخابات الرئاسية وعدم المشاركة فيها.
ويجادل المطالبون بالمقاطعة باحتمال تعرض العملية الانتخابية للتزوير نتيجة إصرار الرئيس المنتهي ولايته عبد العزيز بوتفليقة ترشيح نفسه لولاية رابعة رغم الشكوك المحيطة بحالته الصحية وقدرته على أداء مهام منصبه بسبب إصابته بجلطة دماغية قبل عام. نحن متواجدين من أجل المقاطعة على العهدة الرابعة، لسنا ضد العهدة الرابعة فحسب، نحن ضد النظام بأكمله أن يرحل. ولا يحضر بوتفليقة البالغ من العمر 77 عاما أي مؤتمرات انتخابية، حيث كلف عددا من قيادات الدولة بإدارة حملته الانتخابية والظهور بدلا عنه في تلك المؤتمرات لإقناع الناخبين بضرورة استمرار بوتفليقة، خاصة عبد الملك سلال رئيس الوزراء السابق ومدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة الذي أكد أن صحته تتحسن يوما بعد يوم. إذا أننا نعترف لهذا الرئيس ومنذ 99 وحنا نمشي معه إلى أن يقول هو أن يعيد ما يعيد الجميل. ويعد المرشح علي بن فليس رئيس الوزراء الأسبق أكبر خصوم بوتفليقة في هذه الانتخابات، والذي حذر من تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة مستبعدا فكرة انسحابه من السباق مبكرا، كما تعهد بوضع دستور توافقي وتأسيس حكومة وحدة وطنية مفتوحة للجميع. فهل يحسم 23 مليون ناخب جزائري هذه الانتخابات لصالح بوتفليقة الذي يتولى مقاليد السلطة منذ 15 عاما، أم تشهد النتائج مفاجأة غير متوقعة؟ نتحول بحضراتكم للملف الأوكراني، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية عن اجتماع رباعي حول أوكرانيا في 17 من الشهر الجاري في جنيف. من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف إن تصاعد مشاعر العداء ضد روسيا نتيجة للأزمة في أوكرانيا يهدد استقرار أوروبا على حد وصفه. ما بين دعوات للحوار وتهديدات بفرض عقوبات، تتأرجح المواقف الدولية من الأزمة الأوكرانية في وقت تبدو فيه روسيا وكأنها غير آبها بما حولها من ضغوط. فالرئيس الأمريكي باراك أوباما ما زال يلوح بتهديدات مستمرة لموسكو، محذرا من أن أي تصعيد في الوضع بأوكرانيا سوف يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية وأوروبية جديدة. وعلى الطرف الآخر من الأزمة يقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحديا أي عقوبات، وممسكا هو الآخر بكرت وقف إمدادات الغزو الروسية إلى أوكرانيا. التهديدات الأمريكية تأتي وسط مساعي لإجراء محادثات رباعية تشمل الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي على أن تعقد الأسبوع المقبل في فيينا أو جنيف. لقاء أبدت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافاروف استعدادها للمشاركة فيه، فضلا عن بحث قضية ديون كييف مقابل الغزو الروسي. إن ضمان تخفيف حدة الأزمة في أوكرانيا ممكن، ويتطلب فقط وقف محاولات منح شرعية لحكومة الميدان في العاصمة الأوكرانية كييف، وأن روسيا ستدافع عن حق الشعوب في المساواة وتقرير مستقبلها بدون تدخل من الخارج. وفي تطور آخر يطال الأزمة، تواصلت المواجهة بين الانفصاليين الموالين لروسيا ومناصري الحكومة الأوكرانية الجديدة شرقي البلاد، على الرغم من دعوة الرئيس الأوكراني للانفصاليين بتحكيم العقل وإلقاء السلاح مقابل العفو. فالمطالبون بالانفصال سيطروا على مباني حيوية في مدينتين ناطقتين بروسيا في الشرق الأوكراني، مطالبين بالالتحاق بالركب الروسي أسوة بشبه جزيرة القرم. هذا وقد أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أرسين ياتسينيوك معارضته لاستخدام سيناريو القوة ضد المحتجين في شرق البلاد. واقترح ياتسينيوك عددا من الخطوات الرامية إلى تهدئة سكان شرق البلاد، منها تبني قانون حول إجراء استفتاءات محلية وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية. كانت وزارة الداخلية الأوكرانية قد أعطت مهلة مدتها 48 ساعة للمحتجين الذين تحصنوا في مقري إدارة مقاطعتي دوتسينيك ولوجينجيكس، وهي المهلة التي تنتهي اليوم. وإلى تركيا نتحول، حيث ألغت المحكمة الدستورية هناك جانبا من إصلاح قضائي مثير للجدل كانت قد أقرته الحكومة التركية في فبراير الماضي لتعزيز رقابتها على القضاء. من ناحية أخرى، جددت السلطات التركية تصميمها على إبقاء الحظر المفروض على موقع يوتيوب رغم صدور حكم من القضاء برفع هذا الحظر.
لا يكاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يخرج من معركة حتى يدخل في أخرى مع أجهزة الدولة. تبدأ المعارك مع المواقع الإلكترونية وصولا إلى ساحة القضاء نفسه. بعد حكم قضائي بإلغاء حظر الحكومة على موقع يوتيوب، أكدت حكومة أردوغان من جديد أن الحظر لن يرفع عن الموقع المذكور طالما لم يحذف الموقع المواد المثيرة للجدل التي طالبت بها الحكومة من قبل، وتعود تلك المواد إلى ما يقال إنها تسريبات عن لقاءات سرية بين قادة أتراك تتحدث عن تدخل عسكري في سوريا. وكانت المحكمة قد ألغت قرار الحكومة القاضي بحظر موقع يوتيوب الصادر في مارس الماضي الذي يبث التسريبات لأنه ينتهك حقوق المواطنين في حرية التعبير. لم تكن معركة حكومة أردوغان مع يوتيوب هي الأولى من نوعها، فقد سبقتها معركتها مع موقع تويتر، وكانت المحكمة قد أمرت الأسبوع الماضي برفع الحظر عن تويتر، واضطر أردوغان إلى الموافقة على رفع الحظر عنه. وفي رد فعل قوي من السلطة القضائية، ألغت المحكمة الدستورية العليا قسما من إصلاح قضائي مثير للجدل أقرته حكومة أردوغان ووصف بأنه يعزز الهيمنة السياسية على القضاء. واعتبرت المحكمة الدستورية أحكام هذا الإصلاح منافية للدستور لأنها تمنح وزير العدل سلطات جديدة خصوصا لجهة تعيين قضاة. المعارك الأخيرة تأتي على خلفية تسريبات واتهامات بالفساد تطال عددا من الوزراء واتهامات لنجل أردوغان نفسه، لكن أردوغان حمل معارضيه من الموالين للدعاية الإسلامية فتح الله جولن حملهم المسؤولية عن هذه الاتهامات وتوعدهم بتصفيتهم خصوصا بعد فوز حزبه الحاكم في الانتخابات البلدية الأخيرة. وإلى الملف الإيراني نتحول بحضراتكم، حيث أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تصدر تأشيرة دخول للسفير الإيراني الجديد في الأمم المتحدة حميد أبو طالب اعتراضا على دوره المفترض في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني إنه تم إبلاغ الأمم المتحدة وإيران بعد إصدار تأشيرة لأبو ظبي. كان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون ينص على عدم دخول الأراضي الأمريكية لأي ممثل في الأمم المتحدة سبق وتورط في أنشطة تجسسية أو إرهابية ضد الولايات المتحدة. ولن نتحول إلى دولة مع ساحرة مستديرة وألعاب رياضية أخرى مع الزميلة حنان عاطفي. لك حنان ومرحبا بك. شكرا لك دينا ومرحبا بك ومرحبا بك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الرياضية. وفيها بعد الفاصل مواجهة نارية بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، وأتلتيكو مدريد يلاقي تشيلسي في قبل نهائي التشامبيونز ليج.